أجريت لقاء هاما مع بشار الزعبي، وهو قائد ما يسمى جيش اليرموك في الجنوب السوري، وهو أقوى الفصائل المسلحة على الأرض هناك، المحسوب على ما يسمى بالمعارضة المعتدلة. كشف ووضح في هذا اللقاء عن طبيعة علاقاته بالاستخبارات الإقليمية والغربية. سألناه قال نعم السوريون خرجوا بجمعة سموها تسليح الجيش الحر، من وين بدي أجيبهم سلاح؟ من الاتحاد العام النسائي ولا من نقابة الفنانين ولا من نقابة الفلاحين؟ سألناه عن النصرة، عن مصير العقيد النعمة الذي كشف لأول مرة بتصريح رسمي أنه تم إعدامه وقطع الشك باليقين، عن بيع الحبوب، عن كل شيء في الحوران باستثناء المنسف الحوراني. تابعوه للنهاية وأودعكم، ونلتقي إن شاء الله في الحلقة المقبلة. أهلا ومرحبا بك أستاذ بشار. أهلا وسهلا بشار الزعبي. أولا من وين أنت؟ من حوران؟ أنا من درعا، من بلدة الطيبة، من سكان درعا المدينة. يعني حوراني أصلي. نعم والنعم. أنت انخرطت في العمل المسلح متى؟ لأنه أنت صح قائد جيش اليرموك، لكنك لست شخصية عسكرية، لم تكن يعني ضابطا في الجيش السوري. لا، أنا كان عملي مدني حتى في مجال بعيد جدا، يعني مجال السياحة والسفر. خرجنا بالمظاهرات من بداية الحراك، طورت الأمور، فشكلنا مجلس قيادة الثورة. كان يعني أخذنا على عاتقنا حماية المظاهرات والمدنيين مع مجموعة من الشباب. فقمنا بتشكيل قوات حماية للمظاهرات، يعني نحاصر المكان اللي بده يطلعوا فيه المدنيين. لكن الضغط والإجرام اللي صار من قبل النظام يعني استدعى أنه احنا نبدأ بتشكيل كتائب، ولأنه النظام استخدم معنا حرب حقيقية. نعم. يعني هو من البداية، من أول ما اقتحم درعا البلد دخل بأعداد كبيرة. هائلة. تم الأمر واتجهنا باتجاه العسكر. بعدين صرت قائد المنطقة الجنوبية في الأركان. بعدين لا، نحن أول شيء شكلنا الكتيبة، يعني كنا مجموعة من الشباب. أنا اضطريت للخروج والعودة إلى سوريا. شاركت بأكثر من مؤتمر خارجي، لكن وجدت مكاني في الأرض، ورجعنا وشكلنا كتيبة اليرموك، وبعدين لواء اليرموك، وبعدين الحمد لله طورنا فرقة اليرموك، والآن احنا جيش. ومن أيام بسيطة أعلننا عن تحالف تقريبا قوة كبيرة، هي 4 فرق. أيوة. فرقة الفلوجة وفرقة 18 أذار ولواء سود السنة ومع جيش اليرموك، وسمينا تحالف صقور الجنوب. تحالف ضد من هذا التحالف؟ ضد عدو الشعب السوري اللي هو بشار الأسد وعصابته. يعني أنتم يعني محسوبون كما يقولون على المعارضة المعتدلة. يعني هل هذا التحالف أنشئ لضرب النصرة، لضرب القاعدة أم لا؟ نحن الشعب السوري، لا يعني صفة المعتدلة الشعب السوري أنت تعرفه. يعني الشعب السوري بحياته ما كان متطرف، ولا بحياتنا في خلال 40-45 سنة ما عرفت أنا جاري مسيحي ولا شيعي ولا علوي. فهاي الشعب السوري، هاي الأسماء أطلقت بعد وجود بعض المتطرفين في صفوف المعارضة السورية، ولكن نسي العالم أنه هناك آلاف المتطرفين ضمن ميليشيات الأسد. نعم. يزعجك كلمة عميل أمريكي؟ والله أنا ما بزعجني أني أكون عميل لمين ما كان مقابل أنقذ بلدي. نعم. أنا عميل لسوريا، عميل لبلدي، لوطني. ف يعني هذا لا بالشرع ولا بالدين، حرام أنه نستعين بأي جهة لتساعدنا لوقف الدماء. فأنا أفتخر أني وين ما رحت بالنتيجة هدفي أنه أرفع. يعني ترى أن الدعم الأمريكي شر لا بد منه؟ يعني الدعم الأمريكي، الدعم العربي، أي دعم يأتي هو باسم أصدقاء سوريا. نحن بحاجة للدعم، لا يمكن الاستمرار الثورة لولا وجود دعم من أصدقاء سوريا. ليه هيك يسلقونك بألسنة حداد، أو الذين يجلسون بيكونوا جزء من الموقف أو بينسقوا مع القوى الأقليمية على أنهم عملاء للأمريكان؟ اللي بيصفهم هم عملاء، هم بحد ذاتهم اللي يطلقوا هاي التهم هم عملاء النظام. النظام لا يرغب بوجود مشروع وطني. احنا اصحاب مشروع وطني، انا صاحب مشروع سوريا المستقبل. فالنظام اذا وجد البديل سينهار، لذلك
يسعى بكل الوسائل لقتل أي معارضة معتدلة أو أي معارضة تطرح فكر حقيقي للبلد. نحن خلافنا ليس على سوريا، نحن السوريين متفقين، الخلاف هو لا أنك شخص. كأنك أنت تلمز أن القوى التي تصفك بها هي عاملة للنظام أو شيء من هذا القبيل. يعني لا يمكن تسمية بعض العقول الفاسدة التي وجدت بسبة أنه لا يجوز ويجوز أو المسألة إسلام الاستعانة. طبعا نحن لم نستعين، نحن نجلب العتاد من الدول الأصدقاء سوريا، دول داعمة يدعمونا بالطعام بالشراب ببعض الأمور، هذا لا يرقى لمستوى عمالة. طيب هم يدعمونك عن حقه يعني بجد؟ لا، هي الأمر يكون صريحين، تقاطع مصالح. احنا احكي لنا معلش، السوريين انا شايفه يعني النظام الايراني تزوج النظام زواج متعه، يستمتع بسوريا كيف يشاء، خلينا نبسط الامور. نحن علاقتنا بالدول الداعمه تقريبا بس زواج المتعه لاجل، اما هذا كان مش لاجل، صار اجل غير منظور. يعني هلا احنا نطلب الدعم لتحرير سوريا وليكون القرار سوري، اما ايران ترسل الدعم ليكون القرار ايراني. لا هون السوريين عم بيسالوا انه هو عن جد في دعم؟ نعم، هذا لنكون واقعيين. بالنسبه للامور المدنيه يعني نحن نتكلم عن الجنوب بشكل عام، ما يدخل من طحين ومن اغاثه يعني ليس مطلوب منا ان نصرح لكل العالم بالضبط ما هي الكلمه. هذا مش موضوعنا. والدعم العسكري، موضوعنا الحديد، الدعم العسكري والحديد. الان النظام لا يستطيع، يعني هي التسمية تسمية الثوار. نعم. النظام لا يستطيع أن يسير أي مدرعة في الجنوب. نحن في آخر معركة يعني على سبيل المثال معركة جمرك نصيب، 5 دبابات تم إعطابهم بخلال 3 أيام. الصف يعني احنا ملكنا الارض، جيش اليرموك. طبعا جيش اليرموك 5 مقاطع موثقات بالفيديو. لك اكيد قالوا انه طلب منكم الأردن عدم الدخول إلى نصيب، وفي حال إذا دخلتم إلى نصيب معبر الحدود فسيذهب إلى رويشد. يعني هذا طلبوا ما طلبوا، يعني هو عن جد في طلب هيك؟ لا، الأمنيات هاي أمنيات الناس اللي بتفشلنا كثوار. نحن مصلحتنا مع الأردن مصلحة استراتيجية جغرافية مو بس تاريخ. نحن والأردن واحد، يعني أنا زعبي والأردن والمحاميد كل عائلات نحن مندمجين. وأي جريح منكم بيروح على الأردن؟ والجرحى استقبلوهم الأردن. الأردن علاقتنا فيهم تاريخ وجغرافي. إذا إحنا راعينا مصالح الجوار فمعيب، وإذا هم ساعدونا كمان هذا واجب. أما إنه العمالة والاتهام هي 90% يسوقها النظام و10% غريزة القطيع عند أغلب الناس أو من حس التذمر. لا يمكن لنا الصمود هذه الفترة. عفواً، في تدخل إقليمي في غرفة الموك أو لأن ما عاد في شيء مخبى، بيقول لكم إنه يا جيش اليرموك ويا غيركم هذه المنطقة لا تقربوا عليها، هون اهجموا، هون تراجعوا، ولا لا؟ لأن هذه قالوا عليها وفي من اعترف بها. يعني هذا ما يروج ويساق على صفحات التواصل الفيسبوك. يعني وأنا السبب لغيت الفيسبوك. بدي أسألك عن هذه النقطة بعدين. موضوع التدخل بالقرار، نحن تقريبا 50 فصيل بحوران أو الجبهة الجنوبية، أتحدى شخص طلب منه أنه ينفذ أمر علنا أبدا. حتى يعني لنكون واقعيين، يعني اللي بيتهمنا أنه إحنا موجودين مشان الإسلاميين وكذا، أي اقتتال داخلي يفصل من الدعم الفصيل. يعني هاي أول مرة بقولها من أي من الدعم، بغض النظر موك أو غير موك أو مين بدعمنا، أصدقاء سوريا من شروطهم أي اقتتال داخلي ممكن يوقف الدعم عنك، يعني سواء كان مع الإسلاميين أو مع غيرهم داخلي. نحن نتكلم بأي فصيل موجود. حتى يعني بآخر فترة والتحالف الدولي نحن غير معنيين غير في بشار الأسد وإسقاط النظام. بعد التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، هل زاد الدعم لكم أم قل؟ والله نحن وعدنا وسمعنا على الأخبار أنه في زيادة ممكن تبدأ بالأشهر القادمة، ونتأمل أنه يكون هي سبب في حسم المعركة. فيما يتعلق هذه في قضية التدخلات الإقليمية، وأنه في أطراف إقليمية تطلب منكم أو لا تطلب، أنت منيح وضحت هذا الأمر. فيما يتعلق أنه أنت جيش اليرموك من أقوى الفصائل في الجنوب السوري مع القوى التي معك، أنه أنتوا عندكم سلاح نوعي كونكورس وميمطه ومضادات طيران وصواريخ غنمتموهم لوقت 38، لكنكم لا تستخدموها، وانت وقتها قلت واعلنت عبر الاعلام انه الان حوران اصبحت صار عندنا حظر جوي ذاتي.
شو صار بعدين لحتى ما فعل ذلك؟ لأن قالوا أنه عندك صواريخ وأنت ما بتستخدمها. يعني شكرا للسؤال، لأنه هذا السؤال كثيرا طرح الإعلام وأنا جاوبت أكثر من مرة وأنا راح أعيد الجواب. نحن يوم حررنا اللواء 38 كانت أكبر غنيمة اللي ما شكرنا الناس عليها يعني ولا تفاعلوا معها 37 شخص سوري إنسان أغلى ما نملك في الدنيا، تم تحريرهم بفضل الله عز وجل وسواعد الشباب. النقطة الثانية أنا قائد مدني وشلت البارودة. يوم شفت الصواريخ وإحنا كنا نعرف أنه صاروخ مضاد طيران، فمن الفرحة قلنا الآن أصبحت سماء حوران محرمة. أذكر هذا الشيء. بس للأسف يعني الضابط اللي اختصاصه دفاع جوي ما كان موجود بسوريا، كان موجود بالأردن وبتركيا. مين تحمل الذنب؟ والله أنا طلبت 4 مرات وبكرر عبر شاشتكم أي ضابط بده ينزل لسوريا أنا قابل أستخدم. يعني أنتوا عندكم صواريخ ما بتعرفوا تستخدموها؟ طبعا لا استخدمناها لموضوع صواريخ. فإحنا يوم كان المقتحم ضابط وشاف الصواريخ، كان معي المقدم ياسر عبود الله يتقبله شهيد اختصاصه دبابات وفادنا كثير وكان له بصمات واضحة في تحرير المنطقة الجنوبية. فهذا الصاروخ بده ضابط متخصص. وجبنا الضابط. انتوا عندكم شيء 3000 ضابط في الاردن لو اكثر؟ والله ما بعرف بس العدد تجاوز الالاف. الالف. فلو كانوا موجودين كان يعني هم اللي القى التصريح. لكن انا صرحت التصريح انه بالفعل تفاجئنا انه الصاروخ جبنا احنا الضابط اللي كان مستلم الصواريخ. صاروخ مدى 2400 متر ملاحقته 4 كيلو اغلبهم بدهن شفره واعاده. أطلقنا في درعا المدينة صواريخ شفرة معينة إلكترونية طبعا في ضابط قدري وفي لهم قبضات خاصة أطلقنا منهم يعني أول مرة بقولها نعرض طلب منا لدارية ونطلب منا للقصير وأرسلت أنا والمقدم ياسر وإجتنا مكافأة رفضنا نأخذ ليرة كان بيوم من الأيام ما يقولوا أنه ثوار الحرام باعوا صاروخ بعثنا للقصير وبعثنا لدارية وصواريخ موجودة أي ضابط أي عنصر أي شخص بيتهم بالتخوين أنا بتكلم عن الصواريخ اللي بخوصني لأنه في أطراف ثانية كانت من المعركة واستلمت بس الأسئلة موجهة لي جاهز أسلم صاروخ من الصبح وينزل ويعفينا من أنه الطيران يجي يقطف علينا. أما بقية الأسلحة فتم استخدمها استخدمنا الدبابات موجودة الحمد لله عربات موجودة ونحن كنا مدنيين زيدك من الشعر بيت يعني عندنا سائق الدبابة ومخادم جيش. طيب لا بس في نقطة هل صحيح نقطة صواريخ قبل أن أذهب لفاصل هل صحيح بأن الأردن عندما سيطرتم أنتم على الصواريخ قال لكم أعطونا الصواريخ لكي لا تقع في الأيدي الخطأ اللي هي النصرة أو المتشددين أو شيء ونحن نعطيكم بدلا عنها سلاح نوعي آخر؟ هذا الكلام أنا بتكلم بشكل شخصي عني عن المقدم ياسر الشهيد طبعا الله يتقبله ما حصل من هذا الشيء ولا حدا سألنا عن الصواريخ بس مجرد أنه يعني إذا صار سؤال أنه شو الصواريخ إنها كوبرا نعم نحن اللي غنمناها طبعا بلواء 38 والأردن يعني أتوقع مو بحاجة لصواريخ الكوبرا يدافع عن نفسه عنده منظومة سلاح أصلا مو روسية ولا أي دولة طلبت أنه إحنا نسلم أي سلاح سوري نعم أتكلم عن اللي صار معنا وأنا موجود مع الدول من بداية الثورة تقريبا من يوم الشعب السوري خرج وطلب تسليح الجيش الحر فنحن ذهبنا نسعى أنه نسلح الجيش الحر طبعا مش عن طريق اتحاد الفلاحين ولا نقابة الفنانين يعني اللي بتهمنا عملاء أكيد تقابل الجيش ومخابرات يعني عمالة لقائك مع الأجهزة الاستخبارات من أجل هذا هذا طلب شعبي وبلدي يوم خرج تسليح الجيش الحر بدك تسعى لأنك تجيب سلاح للجيش الحر فالجيش الحر ما بتسلح من اتحاد الفلاحين ولا من نقابة الفنانين يعني بتنكر علي العمالة مع المخابرات أو مع الدول يعني مع مين بدك تعامل فهي يعني للأسف مناقضات كبيرة المهم لا هو الغاية لأنه في دائما يقولون دول الداعمة لكن دول الداعمة يقولون ما لها تأثير يعني الجيش الحر دائما يكسر إيده وبيشحل عليها إنه ما عنده ما في ذخيرة ما في سلاح ما في أو ربما يأتي لكن بشكل محدود فتات يعني هذا كلام صح الدعم لا يكفي أن لا يوجد دعم لا يوجد طيب هذا كلام من أصدقاء سوريا يوجد دعم نحن نسعى ونطلب إنه يكون الدعم حقيقي لإسقاط النظام وآخر يعني من فترة بسيطة إحنا في الجبهة الجنوبية قدمنا مشروع متكامل لرؤية سورية طيب فهذا إن شاء الله يعني بيكون سبب في زيادة الدعم طيب منيح نحن سنذهب لفاصل قصير بعدين سنفتح ملف
النصرة والمشاكل الداخلية في الجنوب السوري اللي جنب إلى حد ما وبقي نظيفا يعني من الاقتتال الداخلي ومما جرى في شمال السوري أو في الشرق السوري من اقتتال داخلي. فاصل ونكمل معكم ومع بشار الزعيم. من جديد مرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة من المنبر السوري. معنا بشار الزعبي قائد جيش اليرموك، احدى اهم الفصائل في الجنوب السوري. اهلا ومرحبا بك استاذ بشار. تنبسط على الاسم بشار؟ والله اذا ظل بشار لا، بس اذا شلت بشار بظل بشار. طيب ان شاء الله راح نشيل بشار الاسد وبيظل الاسم تاريخ. طيب فيما يتعلق بما جرى بين النصرة وما بين لواء شهداء اليرموك اللي هو منفصل عنكم، قبل أسألك على هذه النقطة، هلا أنتم بتتدربوا شيء بالأردن أنتم لواء شهداء اليرموك لو لا؟ لا لا ما بتتدرب. الأردن يعني احنا دول بحد ذاتها ما قدمت، اجانا دعم في تدريب، ولكن المكان والزمان والطريقة يعني هي أسرار عسكرية احنا. ولكن يوجد لك الحق في انك تجيب او لا تجيب. صار في مشكلة، وصل لصدام المسلح، راح في قتلة ما بين لواء شهداء اليرموك وجبهة النصرة. أنتوا شو سويتوا لحتى وقفتوا القتال؟ نحن والله يعني سوينا الواجب الوطني والواجب السوري والواجب الديني. كانت هناك إرهاصات وتم الموضوع تصعد، لجأت النصرة لاستخدام يعني طرق الحل عن طريق المحكمة، لكن بعض التصرفات كادت أن تخرج عن الواقع، أنهم ذهبوا لحصار المبنى، فمباشرة توجهنا بقوات فصل وحطينا حواجز بين الطرفين لمنع الاقتتال. تم الأمر خلال أيام، اجتمعنا طبعا كجبهة جنوبية، نحن نعتبر المسيطرين بشكل كامل بكل الحوران والقنيطرة وفي جزء بريف دمشق وإن شاء الله بدمشق. نعم. فأوجدنا قوة مشتركة قوامها 1000 شخص، وكان هم الأمر الأساسي فض النزاع وتحقيق الحصول وتحصيل الحقوق. فكان يعني مبادرة طيبة من أخوتنا بشهداء اليرموك أنهم التزموا وقبلوا بالتحاكم بدار العدل. بدار العدل، ولا يعني كانت لجنة بصراحة يعني تحت رعاية دار العدل. والأبو علي الخال سلم نفسه. سلم نفسه الخال الآن بالسجن؟ تسلم نفسه وتنحط بالتحقيق تحت اللي هو قائد شهداء قائد ما في الآن. سوريا أكبر من الجميع، لن نسمح بأي اقتتال. هذا كلام قطعي، لن نسمح بأي اقتتال في الجنوب. فسلم نفسه ووضع نفسه تحت المحاسبة والمساءلة وطلع بعد 3 أيام من التوقيف. ما عليه شيء، أي مخالفات ما دون يعني شهداء اليرموك من الفصائل الأساسية في الجنوب، وضع نفسه قائد اللواء تحت تصرف المحكمة، ولو ثبت عليه شيء راح يتحاسب. فهاي ما يميزنا في الجنوب. نعم. لن نسمح بالفوضى. طيب منيح. نقطة ثانية وباختصار شديد، المطاحن باع، لأن سمعنا أنه في 22,000 طن، وأنت حكيت عن هذا الموضوع وأنه ما في ذخيرة وكذا، فستضطرون لبيعها، صوامع الحبوب اللي فيها يعني قوت الناس، بدك تبيعوها ولا لا؟ مش هذا انت يعني كلام ولن نقبل من اول يوم. هذا القمح لسوريا مو لحوران. احنا قل يعني انا بغرز هذه بغرز موجود 22,000 طن، ومن اول يوم قلناها، ويعني باجماع كل الفصائل اللي حررت لو يفتح طريق الغوطه احنا بنرسل كل القمح لهناك. القمح سوري وسيبقى سوري. ما تم تداوله، هناك كانت بعض الكميات غير صالحه للاستهلاك وباعتها اللجان المحليه لانه لا تستخدم بشريا، واشتروا بدالها طحين.
ف يعني مسألة اشتروا بدالها طحين جاهز. اي نعم. فمسألة انه الخوض بالمحرمات السوق يعني هذا بالنسبة لنا بالجنوب مرفوض. ليه هاي النقطة يعني مثل أسئلة سريعة، انتم صح في الجنوب السوري يعني المجتمع الدولي يروبوتكم من أجل حماية إسرائيل؟ نحن معركتنا مع بشار الأسد، إسرائيل معركتها مع الوطن العربي، مع الأمة الإسلامية. فنحن في إن حقوق موجودة عند إسرائيل، والخيار الموجود حاليا هو القانون الدولي. بس نمتلك زمام الأمور، ممكن إحنا نذهب للقضية الأكبر. أما إحنا هلا قضية الشعب السوري وقف القتل. يعني فمسألة فلسطين والحقوق إخوتنا الفلسطينيين موجود، الجولان سوري وسيبقى سوري، هذا رأيي يعني ورأي السوريين. بدك تحرر الجولان إذا بس والله إذا نتحرر أول شيء نحن يعني حتى نملك أمرنا بيكون الكلام في مجال آخر. بعدين الآن في يعني الطرق عديدة وقرار النظام بيقول إنه إسرائيل تدعمكم وترعى جراحكم. إسرائيل عشان ما يكون مزاودات، إسرائيل تستقبل جرحى السوريين. تستقبل جرحى سوريين؟ نعم تستقبل. كم جريح استقبلت؟ يعني الأعداد لا أعرفها بالضبط، هي إسرائيل حدودها بعيدة عنا، لكن فتحت الحدود لاستقبال الجرحى السوريين. وبشار الأسد اللي يعني من يعني موالين قبل المعارضين اللي يروج إنه إحنا عملاء، بشار الأسد يجهز على الجرحى في المشافي فيختارون شرا أخف. يعني نحن عنا المشكلة بالثالوث المقدس، يعني الله سوريا وبشار وبس. إحنا بنعرف إنه يعني في مئات من الجرحى ذهبوا إلى المشافي الإسرائيلية بعد ما عولجوا، وهذا شو سووا فيهم الإسرائيليين؟ يعني سمعت من كم يوم حسون أنكر على الحوارنة أنه بذهبوا ليتعالجوا إسرائيل. هذا أول شيء، إذا أنه بعرف يعني هو ضابط مخابرات بلحية حسون، فهذا أول شيء لا يجوز شرعا الطبابة. ثاني شغلة اللي إسرائيل عم تقدم لنا جرحى، وأغلب اللي عم بتعالجوا هم بتعالجوا في الجولان السوري، فبيكون الأطباء يعني منهم أو الممرضين عرب، بتعالج الجريح وبترجعه، ولا بيكون في علاقات ولا في أي شيء. يعني هاي أمور إنسانية. لا يعني يعني عولج أي جريح يذهب يتعالج ثم يعود برجعه. ثم لا يحتجزونه ولا يأسرونه أبدا ولا نهائيا. طيب. حتى بس يعني هو الجريح يعني إحنا عم نذهب شر لابد منه. طيب. يعني يا بموت يا بده يتعالج. طيب. أمام شر لابد منه، هناك شر من طرف ثاني لابد منه. هل هناك بالجنوب السوري سيتكرر ما شهد الشمال السوري من قضية الاقتتال الحتمي الآن أو بعدين ما بين المعارضة المعتدلة اللي هي أنتم وما بين جبهة النصرة يوما ما؟ يعني هو هذا الصدام قادم لكنه مؤجل. كيف علاقتك مع النصرة كمان؟ إحنا بالنسبة لنا النصرة أغلبهم شباب سوريين، وكل إنسان له حرية القرار، إلا يعني تقف حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين. نحن ماشيين بمشروع واحد اللي هو إسقاط النظام وإيجاد دولة حق وعدل، دولة القانون. احنا خرجنا السوريين، يعني انت تعرف الظلم اللي وقع على السوريين، فأي إنسان بيشاركنا الهدف هو شريك. الاقتتال بتوقع يعني صعب عندنا بالجنوب، لأنه جبهة النصرة بتقاتل نظام، ما صار أي اقتتال، أغلب عناصرها من ضمن الجيش السوري. الأهداف المستقبلية يعني لو طلب منك بكرة شرط عليك الدعم بأنك نعطيك دعما، لكن بشرط أن تقاتل المتطرفين. المتطرفين وليس جبهة النصرة. المتطرفين اللي عم بقاتلهم جبهة النصرة علاقة أنت الإرهاب، عم قاتلهم زمان. عم نقاتل المتطرفين، أبو الفضل العباس وحزب الله كلهم متطرف. لا بس جواب ذكي هذا، بس لا أقصد إنه يعني أنت تعلم من تقصد، متطرفي السنة وليس متطرفي. لا بالنسبة لداعش، نعم داعش بدون ما ينطلب منا لن نسمح بدخول داعش للجنوب. هذا أمر منتهي. جبهة النصرة في خلايا لها نائمة قالوا ولا لا؟ والله سمعنا، لكن احنا من فترة يعني ظهرت انه بوادر انه بدون يوجدوا اللجاء، وعززنا المنطقة. احنا ما خرجنا من حكم الأسد لحكم البغدادي. طيب تعرضت انت لمحاولة اغتيال؟ يعني حاول حدا يعني مرتين بس سليمة. مرتين ايش؟ مرة يعني بعبوة ومرة بطلاق نار. اطلاق نار وعبوة. مين النظام؟ اكيد النظام.
يعني اذا مو النظام ذنب للنظام، لانه ما في حدا يعني طيب. له مصلحه هاي نقطه ثانيه يا اخي، ليش هيك المشهد العسكري كله دائما في اتهامات كثيره انه بالسرقه او بالاخذ مال الناس او شيء من هذا؟ انتم بتاخذوا كاش من الداعمين؟ هذا من سبب الاحباط، هناك دعم مادي إيه؟ يعني مقبول او اقل من مقبول ياتي الحمد نعم. لله، يعني هذا ما ننكر الفضل لأخوة الداعمين. نعم. أما بالنسبة للسرقات يعني بأي دولة في العالم أعطيني واحدة لا يوجد فيها سرقات. لا لا، أنا أقصد إنه القادة اللي بيقعدوا مع الداعمين بياخذوا مبالغ كاش وما بيعطوا أو ما بيخطروا فيها الـ لا، هذا الأمر ما بتوقع يعني مو صحيح 100%. لا أنا أسأل أسئلة الناس يعني. مو إيه؟ صحيح 100%، لأنه إحنا يعني اللي عم يعني اللي عم بيجي أقل من القليل، فما بدك تأخذ منه ما بيمشي الحال. يعني ممكن يوصل احنا رواتبنا للشباب، يعني ممكن انا معطي $50 يعني ما بتكفي $50 لكل مقاتل، لكل مقاتل يلا تأمن له $50، فيعني ما في الفائض انه انت تنافس على $50 يعني قد ربع راتب لموظف عند النظام. نعم. تقريبا يعني. طيب هذه النقطة، ليه انت لغيت صفحتك على الفيسبوك؟ كنت انت تتفاعل مع الناس وبعدين طلقته؟ والله التواصل اسمه تواصل اجتماعي وليس حرب اجتماعية. انا كان عندي بعض الأفكار أو بعض الأمور اللي ممكن نطرحها، فمشان تشارك الناس أنه أنت بالنتيجة بتمثل شريحة. أنا ما طلعت ولا إجيت من برا ولا كنت ضابط استلمت، أنا طلعت من خلال الثورة. فللأسف هناك شبيحة للنظام تبدأ بالهجوم ويستخدموا غريزة القطيع اللي عند أغلب الشعب. قلت عنهم كانوا معك على الجبهات. فكانوا يعني صار الأمر هو هجوم. وهجوم قوي. نعم. يعني بس وصلت الأمور لهالدرجة اعتزلت الفيسبوك. الآن لي حساب فقط على تويتر. أنت بتعرف إنه الفيسبوك قتل كثير من الناشطين الإعلاميين، يعني يكتب تعليق يجي قائد مجلس ثوري أو شيء من هذا القبيل يجي إما يسجنه. قادة قيس قطعنا وقيصر حبيب. إيه اللي صار مثلاً. يعني هذا بسبب الفيسبوك. إحنا بنوجه للناشطين والأخوة الإعلاميين، في فرق بين الحرية وبين الهجوم. في فرق بيننا وبين النظام. نحن بحرب، الحرب ما بدها الآن أنه تقييمات، إحنا بحرب نفسية. النظام موجه كل إعلامه ضد الثورة. فنحن الإعلام والناشط الإعلامي يوجه حربه ضد النظام. حرب نفسية. أنت أقوى وسيلة عندك هي الإعلام. تصور إعلام النظام بيروج له وإعلام الثورة بسقط الرموز. فهاي المسألة، أنت الآن بدك تستخدم قلمك ومنبرك والكاميرا لأنه العالم يعرف أنه إحنا ثوار. للأسف أغلب الناس برا صارت يعني أنت بدك تستقل المعلومات من النظام. النظام يقول عصابات مسلحة. نعم. تيجي على صفحات الثورة، القائد الفلاني سرق، الفلاني باع ما بعرف شو، المنطقة الفلانية. فأصبح أنا هو عن جد حيرة من أمر يعني. في عن جد في قادة باعوا مناطق وسلموها للنظام. لمين بدو بيع؟ إيش بعرف يعني. للأسف يعني ما باع الخربة يعني، وباع الحربي وباع الجمر. أخي مين اللي بده يشتري يعني؟ ما بعرف النظام اللي وصل. طيب. اللي بيعه ومشترى كان أوفر له من الحاجة ثمن. نعم. الذخيرة يعني. نعمة قتل ولا لا؟ ولا سؤال بتصريح رسمي من جبهة النصرة قتل. قتل لكن يعني فترة بسيطة من يوم. طبعا نعمة هو قائد مجلس عسكري في طبعا كان قائد المجلس في العسكري في درعا، في حوران ولا في درعا، يوم توحد الدار العدل سلمت جبهة النصرة للمساجين. واللي ما سلموه يعني أبلغوا دار العدل أنه تم تصفيتهم، تم قتله بتهمة. هم من أول أعلنوا أنها تهمة العمالة، بس يعني للأسف يعني هي مطاطة التهمة بالنسبة لي. أنت كنت على خلاف معه؟ لا لا، أنا آخر خلافات الثورية تحصل كان يعني نحسبونا أنه أنا والشهيد ياسر عبود المقدم وطرف وأحمد النانا طرف، لكن في الفترة الأخيرة كانت الأمور جيدة. ونزل هو أعلن عن تشكيل في حوران. للأسف يعني أنه يعني كانت اللي صار، وإحنا بالنسبة لنا كسوريين نرفض هذا الإشي. إحنا طلبت من جبهة النصرة أنا وأغلب قادة حوران، رحنا بوفد رسمي أنه نحن من حاكم إحنا كقوة. الآن إن شاء الله مستقبلا لن يتكرر، لن نسمح بالمخالفات. شكرا جزيلا لكم بشار الزعبي قائد جيش اليرموك في الجنوب السوري على هذا اللقاء. شكرا لكم.